السيدات والسادة، مساء الخير. في العالم الآن أصبحت الأفلام والبرامج الوثائقية لغة عالمية لها مصداقيتها وتأثيرها الجماهيري الكبير، وأصبحت الوثائقيات وسيلة هامة لإعادة قراءة التاريخ ووسيلة جذابة لكشف حقائق وألغاز الكون والطبيعة من حولنا. الآن الأفلام والبرامج الوثائقية فن كبير له عشاقه في كل مكان. هذا الفن يجتذب كل يوم عشرات الموهوبين في الكتابة والتصوير والإخراج، كما أصبح مجالاً للإنتاج الضخم والميزانيات الكبيرة لاعتماده في السنوات الأخيرة على الدراما واستعانته بنجومها الكبار للتعليق ورواية الأحداث، بل وإعادة تمثيلها في بعض الأحيان. اليوم حديثنا من مصر مع كاتب ومخرج شاب موهوب عاشق للتاريخ المصري، عاش حلماً سعى طويلاً لتحقيقه حتى قدم لنا مؤخراً عملاً بديعاً من إنتاج مصري وعلى منصة وطنية مصرية. قدم ضيفنا في هذا العمل صفحات مجيدة من التاريخ المصري روتها بأداء رائع فنانة مصرية كبيرة. اليوم في حديثنا من مصر نحاوره حول عمله الوثائقي الأخير أم الدنيا، عمل كبير وخطوة مهمة على طريق عودة الوعي بأعظم حضارات الدنيا، الحضارة المصرية. عن أم الدنيا وصناعها، عن الأفلام والبرامج الوثائقية المصرية وتأثيرها في بناء وعي الأجيال والحفاظ على الهوية، حديثنا اليوم من مصر. أهلا بكم. معي للحديث عن الدراما الوثائقية ودورها في صناعة الوعي بالحضارة المصرية الكاتب والمخرج المتميز محمود رشاد. مخرج وكاتب الأفلام الوثائقية المبدع محمود رشاد بدأ مسيرته الفنية من عالم المكياج السينمائي الذي برع فيه. امتلك مهارات فنية وقدرة كبيرة على رسم الشخصيات السينمائية والتلفزيونية بشكل واقعي ودقيق، ومن أعماله المعروفة في مجال المكياج الإبداعي مسلسلات في كل أسبوع يوم جمعة وتحت السيطرة ومسلسل النمر. لم يتوقف محمود رشاد عن محطة المكياج الدرامي، وقرر تحقيق حلمه الكبير بالتحول إلى الإخراج، فعمل على عدة مشاريع تلفزيونية وسينمائية، وكانت تجربته الأهم في كتابة وإخراج السلسلة التاريخية الوثائقية التي لفتت الأنظار أم الدنيا. حلقات أم الدنيا عرضت منها حتى الآن على منصة ووتشت جزئان، وقامت الفنانة الكبيرة سوسن بدر فيها بدور الراوي، ولاقت الحلقات التي قدمت لأول مرة التاريخ المصري بشكل درامي ووثائقي حافل بالإثارة إقبالا جماهيريا كبيرا، واستقبلها النقاد باهتمام واعتبرها خبراء وعشاق التاريخ بداية جادة لقراءة فنية جديدة لتاريخ المصريين. أستاذ محمود رشاد، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. طبعا سعداء بوجودك معنا جدا، وسعداء بأم الدنيا، يعني عمل جميل جدا جدا شفناه، وأعتقد أنه هذا العمل الوثائقي سيكون يعني بداية جيدة جدا لك في مشوارك الفني بشكل عام. إن شاء الله، شرف لي. حضرتك بدأت كخبير في فن المكياج السينمائي، ثم تحولت للكتابة، ثم تحولت أيضا للإخراج. مزبوط. وفي فترة كنت بتشتغل مصور فوتوغرافي. مزبوط. يعني أنا أعتقد أنك أنت يعني مريت بمهن كثيرة في هذا المجال. ده حقيقي. أنا بدأت من وأنا صغير قوي الشغل في السينما، في الديبارتمنت بتاع المؤثرات الخاصة في المكياج السينمائي. وبعدين دخلت في الفوتوغرافيا فترة، وبعدين تحولت إلى مخرج صغير، كنت بعمل إعلانات صغيرة كده. وبعدين عملت فيلم في مهرجان الجونة كان وثائقي برضو، كان عن تصور مصر القديمة، تصوير مصر القديمة في السينما العالمية. الفيلم كان على كده، والفيلم ده فتح لي مجال ان انا اكتب افلام وثائقيه لمحطات اجنبيه عن مصر القديمه. ومن ده دخلت على ام الدنيا. طب يعني طبعا انت مصري، لكن سؤالي لماذا هذا الاهتمام بشكل خاص بمصر القديمه؟
الاهتمام بمصر القديمة ملوش علاقة الحقيقة بأي مشاعر قومية عندي، لكن الاهتمام بيهم لأن هم أصل حاجات كتير قوي في العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة. أيوة. الناس دي كان عندها علم وكان عندها ثقافة وحضارة، احنا محتاجين نقرب منها أكتر ومحتاجين نفهمها أكتر بغض النظر عن إن احنا مصريين. البونس بقى بتاع الموضوع كله إن احنا مصريين، فإحنا أيوة. الأولى إن احنا نقرب من الناس دي على قد ما نقدر ونعرفهم على قد ما نقدر بـ 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 بكل الأشكال الممكنة. وأنا شغفي مصر القديمة قديم جدا، وأنا ممتن جدا للفرصة إن أنا شاركت الناس كلها شغفي بتاريخ مصر وبالأخص مصر القديمة من خلال أم الدنيا. يعني بتقرأ كتير في موضوع مصر القديمة؟ جدا، ومعظم أصدقائي من علماء الإيجيبتولوجي، وحتى هم كتير بيسألوني أنت ليه ما درستش إيجيبتولوجي، فأنا بقول لهم لا أنا مش عايز أدرسها، أنا عايز أفضل حلقة الوصل ما بينكم أنتوا وما بين الناس، ما بين الشغل الأكاديمي العظيم اللي أنتوا بتعملوه وما بين أن أنا أخده أطلع أعمل منه مادة علمية ترفيهية للناس تتفرج عليها. يعني في الآخر مش كل الناس هتقرأ كتب، مش كل الناس هتقرأ أبحاث علمية أكاديمية، فأنا بقى أنا حابب حلقة الوصل ما بين الدكاترة العظام دول والناس والجمهور. واتجهت نحو الوثائقيات، يعني مثلا ما اتجهتش نحو مثلا السينما أو الروائية أو التلفزيون اللي بيحكي حكايات قديمة؟ يعني ده حقيقي، أنا بحب الأفلام الوثائقية بشكل كبير، ولأنها كمان بتبقى أنت ملتزمة جدا بالمادة العلمية اللي أنت بتقدميها، ما فيش براح إن إحنا نغير أي حاجة في اللي إحنا بنقوله. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لي أنا كصانع أفلام حسيت أن دي خطوة أولى كويسة أن أنا أبدأ بها، لأن صناعة الفيلم الوثائقي مش أسهل من صناعة الدراما طبعا. ولكنها تتطلب يعني تكنيك أخف شوية من اللي الدراما بتتطلبه. في الموسم الأول مثلا الدراما عندنا كانت بسيطة جدا، الديكوباج بتاعها كان بسيط. الموسم الثاني اتطورنا كتير وأضفنا حوار إلى المشاهد الدرامية، فحتى أنا كصانع أفلام وكل الكرو معايا إن كلنا جداد، مدير التصوير جديد، الديكور جديد، فريق الإنتاج اللي معايا جديد، كلنا جداد يعني بنتعلم علشان في الآخر نعمل سينما. يعني ده كان عن رغبة. لكن هذه الرغبة يعني كان بيسيرها موهبة، لكن دراسة. أنا خريج قسم مسرح من جامعة أمريكية، وحاليا في معهد السينما بدرس إخراج سينمائي. حاليا بتدرس؟ بدرس. طب ده شيء جميل جدا جدا، ومستمتع جدا بتجربة المعهد في سني ده. أنا عندي 40 سنة ومستمتع بيها جدا. يعني ما زلت شاب. بس أنا قاعد بقعد في المحاضرات مع طلاب عندهم 20 سنة 21 سنة، ولكن بقى حاسس كمان إن أنا ممكن أكون ممتن جدا للتجربة، لأنه أنا اللي عايز وأنا اللي جيت هنا برجلي لحد المعهد. يعني اختيارك كان مبني علي. اختياري كان؟ اختيارك لهذه البداية القوية. لأم الدنيا يعني. أي. هو أنا حسيت أنه زي ربنا عمل ترتيبات كده معينة وأنا اتحطيت في المكان ده، فأنا عايز أكون قد المسؤولية وأنتهز الفرصة دي وأطلع منها حاجة، زي ما كنت حاسس أنا اتكلفت بمهمة فعايز أكون قد المهمة دي. ده إحساسي بمنتهى الصدق. طب كانت البداية يعني اطلعت على إيه أو اتصلت بمين أو يعني اتعلمت هذه الوثائقيات ازاي؟ ما هقول لحضرتك حاجه، انا لما بدات اعمل اعلانات فبقى عندي البيسكس بتاعه الاخراج الى حد كبير، ضفت ليها الشغف اللي عندي من قبل كده بكتير بالتاريخ. وده اتبلور في الفيلم اللي اتعمل في المهرجان بتاع الجونه، ومهرجان الجونه فتح لي باب بصراحه ان انا اشتغلت مع محطات اجنبيه بتنتج افلام وثائقيه بكثره عن مصر القديمه بالتحديد. انا اتعلمت في الافلام، انا ما اخرجتهاش الافلام الاولانيه. أيوة. المحطات الاجنبيه دي ما اخرجتهاش، كتبتها فقط، وفي منهم شاركت في الكتابه فقط، ولكن اتعلمت منها الصنعه بتاعه الافلام، الفيلم الوثائقي. طبعا. طيب شفنا افلام وثائقيه احيانا بتتخللها بعض المشاهد الدراميه. مظبوط. لكن بالنسبه لك مثلا في ام الدنيا ما لجأتش لهذا الطريق؟ لا، لجأنا في الموسم الاولاني. هو عامه في العالم كله النهارده صناعه الفيلم الوثائقي يعني بتبعد شويه عن الفورمات بتاع انه حد قاعد بيكلم الكاميرا. لازم يعني بيدخلوا فيها دراما، بيدخلوا فيها. أيوة.
حوار، حتى الفيلم بيبقى سكريبتد، مش زي زمان لما الخبير او الضيف بيتكلم براحته وبعدين نشيل في المونتاج، لا بتبقى الموضوع سكريبتد ومحكوم اكتر. في ام الدنيا واحد تعمدنا ان احنا نستخدم تابلوهات، مش هقدر اقول عليها دراما، لكن تابلوهات متقطعة دراميا لأحداث معينة حصلت في الفترة المصرية القديمة. في الموسم الثاني عندنا مشاهد سينما، يعني في سكريبت، في ممثلين، في ميزانسين، في ديكوباج، في كل حاجه. بتقصد ايه بقى بالجزء الثاني او الموسم الثاني؟ الموسم الثاني من ام الدنيا، ما هو موسمين. الموسم الاولاني كان بيغطي الفتره القديمه بتاعت مصر القديمه، والموسم الثاني اسمه احنا مين، ده بيغطي الفتره بتاعت من دخول الرومان لحد بدايه منتصف الخلافه الفاطميه. فالفتره دي، الموسم ده تعمدنا ان احنا نكتر فيه. ليه سميته احنا مين؟ وهي فتره وسيطه، يعني هي ألف سنة. ألف سنة. جايز لو قارناها يعني بفترة لم تكن ناصر البداية القديمة. ولم تكن يعني ما اقتربناش من العصر الحديث. لا لسه العصر الحديث هيبقى إن شاء الله في الموسم الثالث. لماذا بقى اختيار هذا الاسم؟ الاسم هقول لحضرتك لأنه الموسم الأولاني كان اسمه مصر القديمة، أم الدنيا الموسم الأول مصر القديمة. فهو عن مصر القديمة، أصلنا كلنا، أصل أهل البلد دي، ثقافتنا وحضارتنا أصلها جاي منين، ومش ثقافتنا إحنا بس، ده ثقافة العالم الحديث كله أو حضارة العالم الحديث كله جاي منين. هي جاية من الناس اللي كانت عايشة في وادي النيل دول. أهلا بيكم في بداية الزمن، أم الدنيا هي البداية. شافت كتير، وقعت وقامت، وعندها من الحكايات ألف حكاية وحكاية، وكل حكاية سايبة فينا حالة، في كلامنا، في مشاعرنا، في هويتنا. مصر القديمة، مصر الحرة، كلهم إحنا. هي حكايتي وحكايتك، هي حكايتنا، حكاية أم الدنيا. هنروح مع بعض في رحلة عبر الزمن، هنسافر ونسأل وندور ونشوف ونقرب منها ومن بعض، ونعرف إحنا مين وليه هي أم الدنيا. الموسم الثاني لأنه دي بداية دخول الحضارات المختلفة علينا والاحتلالات المتتالية اللي غيرت في الأصل أو في الأساس اللي كان موجود في مصر القديمة. فبيمر عليك الإغريق، وبعدهم الرومان، البيزنطيين، دخول العرب والخلافات المختلفة، إلى أن وصلنا للخلافة الفاطمية. فحسيت أن اسم إحنا مين ده ملائم للفترة دي، لأنها ألف سنة مكدسة بالثقافات المختلفة اللي دخلت مصر واحدة وراء التانية وغيرت فينا، غيرت فينا حاجات كتير. جايز الـ الأصل أو الـ 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 الكور هيفضل هو ولكن الضافة مؤكد عليه. طبعا لها تأثير، كان ليها تأثير. فحبيت الاسم بتاع إحنا مين ده لأنه هو بيوصف الألف سنة الأولانية من التاريخ الميلادي في مصر، مع كل التغيرات دي. إحنا غيرنا عقيدتنا مرتين في الألف سنة دول، انتقلنا من الديانات القديمة إلى الديانة المسيحية، من الديانة المسيحية إلى الإسلام. مش كلنا، ولكن كل دي تغيرات ثقافية بتغير في الشخصية وفي الهوية المصرية عامة. يعني كاتب النص في هذه السلسلة، وسلسلة جميلة جدا جدا، كيف ترى نفسك ككاتب نص؟ هو هقول لحضرتك حاجه، كصانع افلام انا لسه مش متخيل فكره انه حد ممكن يبقى كاتب او كاتب سكريبت وانا اخش اخرجه فقط. انا المشروع يعني لازم اكون انا اللي حاسه من الاول، ولو قدرت اكتبه انا اللي ابقى كاتبه، ولو قدرت اخرجه يبقى انا اللي اخرجه. فهي بالنسبه لي الاثنين بيكملوا بعض. بس هو عمل صعب جدا، مش سهل. لا جدا، واستنفذ وقت رهيب في تحضيره، في كتابته، وفي مراجعاته، وفي تصويره، وفي مونتاجه. يعني كل مراحله كانت مش بسيطه. طب يعني حضرتك بتقول في تحضيره استهلك وقت طويل جدا منك. سؤالي عن مراجعة هذا النص، وهو نص أشبه بنص تاريخي. هل لجأت إلى يعني علماء في التاريخ، أساتذة جامعة في التاريخ؟ طبعًا. يعني رجعوا هذا النص وقالوا بصحة ما فيه؟
احنا في الموسم الاول كان معانا دكاتره مختصين في تاريخ مصر القديمه، دكتور ياسمين الشاذلي، دكتور طارق توفيق، كلهم دكاتره جامعه بيدرسوا في جامعات مصريه. اللي كان بيحصل ان انا كنت بكتب السكريبت بتاع الحلقه، وبعد ما بكتبه بنقعد مع بعض نقراه، ولو هم عندهم اي ملاحظات او تعديلات بنتناقش فيها وبغيرها بعد كده. بس لازم انا اللي اكون كاتب الاول، يعني انا اكتب وبعدين هم يراجعوا. اصلا هو لو هو هيجي على طول يبقى هو اللي هيكتب الحلقات، فاهمة؟ فانا الحلقات كانت بتبقى مكتوبه وهم كانوا يعني اقروا بصحه ما جاء في بصحة المذكره اللي انا ذكرتها. طيب دلوقتي يعني في فترات تاريخيه مرت بيها مصر طبعا من البدايه، يعني هي ام الدنيا فعلا. هذه الفترات التاريخيه هل هتديها نفس المساحه الزمنيه في العمل بشكل كامل؟ على حسب حاجتين. أول حاجة، ودي مشكلة واجهتني في الموسم الثاني جدا وهقول لحضرتك ليه، توافر المادة العلمية أو توافر المصادر. هل عندنا معلومات تكفي عن الفترة دي إن أنا أقدر أكتبها بشكل وثائقي درامي ولا ما عنديش؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، تأثير الحقبة التاريخية دي علينا كمجتمع، هل هي أثرت علينا هنا بشكل كبير ولا لأ؟ وحدي حضرتك مثال، مثلا ده حاجة من الجزء الثالث اللي لسه بيتكتب دلوقتي، الفترة بتاعت صلاح الدين الأيوبي الحلقة بتاعته مش هتبقى غنية زي ما الناس متصورة، لأنه هو ما أثرش علينا احنا هنا قوي. يعني هو كان معظم أنشطته كانت خارج مصر، لكن اجتماعيا تاريخيا هنا احنا ما أضافش تغييرات كتيرة، غير طبعا أنه غير الأزهر أو ولكن ما ينفعش نقارنه مثلا بفترة زي الفترة الفاطمية، ولا بفترة زي الفترة المملوكية، ولا بفترة زي الفترة ولا حتى الفترة العباسية. وغير كده كمان توافر المادة العلمية. الموسم الثاني كان أصعب حاجة فيه إنه هو التاريخ غريب جدا، إنه كل ما بنقرب للنهاردة كل ما المصادر بتقل، يعني بتقل مش بتزيد. لا مش بتزيد، يعني مصر القديمة موثقة بشكل يعني ممكن نقول مبالغ فيه إلى حد كبير. القصة بدل ما بتلاقي لها مصدر واحد بتلاقي لها 10 و20. بعد انتهاء مرحلة مصر القديمة، الفترة الرومانية في الأول، الفترة البيزنطية بعد كده، المصادر قليلة جدا. يعني أول حلقتين أو أول 3 حلقات مكتوبين من مصادر ما تخطرش على بال حضرتك. يعني مثلا في الحلقة الثانية مثلا في قصتين في الحلقة دي أنا بحبهم جدا. القصص دي احنا لقيناها في مقلب مخلفات بتاع مدينة جريكو رومان في مصر هنا قرب الفيوم. فالمصادر اضطرينا نلجأ لان احنا بندور في ورق، يعني بندور في ورق في شقف، لانه مفيش حاجه متسجله بالذات لو قارناها بمصر القديمه. وده بيكمل، احنا عندنا مثلا الفتره بدايه دخول العرب مصر، بداية دخول العرب إلى مصر حتى الفترة الفاطمية مصادرها قليلة جدا 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 جدا. احنا حتى ما عندناش فكرة عن هل ما كتب عنها في الكتب. ما هو قصدي حضرتك ايه ما هو كتب عنها؟ ان هي كانت يعني في ناس سجلوا رحلتهم إلى مصر، في ناس سجلوا بعد ده بعد بكتير، لكن القرن السابع ميلادي والقرن السادس مش متسجلين بالقدر اللي احنا فاهمينه. في حاجات كتير قوي بنعتبرها تراث أكتر ما هي تاريخ فعلي، فهي بتبقى حد كتبها، بس ممكن الحد ده يبقى بعد الحدث ب 200 300 سنة، فإحنا النهارده بناخده على إن هو مرجع تاريخي، ولكنه هو مش قد لا يكون صحيح، قد لا يكون صحيح، لأن هو بعيد جدا عن الحدث. طب ماذا ستفعل انت بقى ككاتب سيناريو في هذه الحاله؟ الحتت دي بقى يا اما بنحاول على قد ما نقدر نطلع معلومات، على قد ما نقدر نرسم بيها صوره للناس، نقرب الوضع كان عامل ازاي وقت الاحداث دي. ده نمره واحد. نمره اتنين، ان احنا بنتجاهلها، مش بنتجاهلها بشكل كامل، ولكن بنعدي عليها كده مرور الكرام، لاننا ما نعرفش ايه اللي حصل، وما اقدرش احط وجهه نظري انا، ما اقدرش احط وجهه نظر دكتور من الدكاتره الافاضل اللي كانوا بيراجعوا معايا. في الاخر اللي بيحكمنا واللي بيحكم السكريبت هو المصادر والماده العلميه، هل ده حصل ولا ما حصلش. استاذ محمود رشاد، يعني قطعا وانتم بتصوروا هذا العمل الجميل جدا جدا كان هناك صعوبات، ايه اللي قابلكم من صعوبات؟
الصعوبات طبعا في المشاهد الوثائقيه كانت الصعوبات انه عدد ساعات العمل والشمس الحارقه والاماكن بتبقى غير مؤهله لاستقبال كرو تصوير ومعنا فنانه زي استاذه سوسن بدر. والايام كانت طويله قوي، كنا بنصحى كل يوم الساعه 4 فجر نركب المركب في الاقصر بالتحديد، نعدي الناحيه الثانيه على ما ننقل المعدات والكاميرات وبتاع، تبقى الشمس بتطلع، نشتغل من ما الشمس تطلع لحد الشمس تنزل. وكان بنقسم بقى كمان المشاهد على حسب مكان الشمس، يعني لو الشمس عمودية نخش نصور حاجة داخلي عبال ما الشمس تتكسر فنطلع برة تاني. فدي كانت صعوبتها في الدراما اللي في الموسم التاني بالتحديد. كان معنا مجاميع، كان معنا ديكورات اتبنت دي في شارع في اسكندرية القديمة بنيناه كله تقريبا خارجي وداخلي، مراجعة الديكورات دي والتحكم في حركة المجاميع، وفكرة ان السكريبت كمان في الفترة دي كان مكتوب بالقبطي، فلما الناس هتتفرج على الحلقة هم هيقروا الكلام مترجم تحت المشهد. فاضطرينا نحفظ الممثلين ان هم مش بس يقولوا الكلام، هم يمثلوا باللغة المصرية القديمة او اللغة القبطية. ونجحوا في هذا؟ في منهم كانوا هايلين، يعني في منهم بجد كانوا هايلين. وانا تعمدت ان انا احنا رحنا دورنا على هم كلهم وجوه شابه، بس رحنا دورنا عليهم في الفرق المسرحيه بتاعت الكنائس. هم ما بيتكلموش قبطي ولكن على الاقل هيبقوا يعني سمعوا اللغه قبل كده وبيغنوا بيها في الكنيسه مظبوط. فجبناهم كلهم تقريبا من 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 فرق المسارح الكنسيه، ويعني انا انبهرت. اختيار ذكي الحقيقه، وانا انبهرت بيهم جدا جدا، لان حسيت انه الفرق المسارح دي فيها مواهب ما حدش يعرف عنها حاجه يعني. فكويس ان هم على الاقل طلعوا في ام الدنيا. طب يعني اصعب الفترات التاريخيه عند التصوير كانت ايه؟ اصعب في الـ في الـ في الدراما ولا في الوثائقي؟ في الاثنين. في الاثنين، في الوثائقي بتبقى دايما الحاجات اللي هي فيها معلومات جديده على الناس، بنبقى حتى قلقانين واحنا بنقدمها، لانه بيبقى في مثلا ثوابت عند الناس، افكار معينه عند الناس، الناس توارثتها من جيل ورا التاني ولكن بيكون اصلها تراثي وليس تاريخي. فلما بتكوني بتقدمي مادة فيها عكس هذه المعلومات السائدة عند الناس بيبقى فيها قلق وحذر من تقديم المعلومة، لأن في الآخر احنا أنا هي مش خناقة وأنا مش عايز أصدم حد في ثوابته ولا في أفكاره، ولكن أنا عايز أقدم الأفكار الصحيحة اللي بتحكي التاريخ بشكل صحيح. فبتبقى بيبقى ليها كده طريقة إن نقدم المعلومة من غير ما تكون صدامية. ده في الوثائقي. في الدراما كانت الأجان المشاهد بالتحديد اللي كان فيها مجاميع كتير أو كان فيها تمثيل بالقبطي كانت صعبة جدا، لكن كانت يعني أعتقد أنها يعني إضافة جميلة جدا جدا للعمل. يعني هو كان لابد منها وأصل صناعة الأفلام دي كمان هي حضرتك معك شوية أدوات وبتستعمليهم علشان توصلي الحدوتة اللي أنت عايز تحكيها. فكل ما تكتري أدواتك عشان المعلومة دي توصل كل ما كان أحسن. يعني كان لازم الحقيقة برضو أسأل سؤال قبل كده، هذا العمل استغرق وقت قد إيه في إنهائه؟ يعني الموسم الواحد تقريبا بياخد كتابة وتحضير ومراجعة حوالي تقريبا سنة، تصويره بياخد 3 شهور، مونتاجه بياخد 3 شهور زيهم، فهي فترة طويلة. حضرتك بتقول مراجعة، من الذي راجعه؟ دكاترة أكاديميين في جامعات مختلفة. الموسم الأول كان معانا دكتورة ياسمين الشاذلي ودكتور طارق توفيق تاريخ مصر القديمة. الموسم الثاني كان معانا دكتور خالد غريب كان مراجع التاريخ اليوناني روماني. كان معانا دكتور شريف شعبان كان مراجع التاريخ اليهودي. كان معانا دكتورة ماري كوبيليان مراجع التاريخ المسيحي. وكان معانا دكتور جمال مراجع التاريخ الإسلامي. طب ده شيء جميل جدا جدا. للحوار بقية فاصل قصير، نعود بعده لنستكمل هذا الحوار مع الكاتب والمخرج محمود رشاد عن عمله الإبداعي عن الحضارة المصرية العظيمة أم الدنيا. أهلا بكم في بداية الزمن. أم الدنيا وقعت وقامت وعندها من الحكايات 1000 حكاية وحكاية. الشعب المصري هيكتشف ان اليهود هيركعوا لأي حد السلطة فيه.
بعد 100 سنة من دخول العرب لمصر بيكون مر علينا 3 خلافات مختلفة، ومعاهم بيبدأ العصر الذهبي للدولة الإسلامية. أهلا بكم في القاهرة، قاهرة المعز. وكل حكاية سايبة فينا حالة، في كلامنا، في مشاعرنا، في هويتنا. مصر القديمة، مصر الحرة، كلهم إحنا. هي حكايتي وحكايتك، هي حكايتنا، حكاية أم الدنيا. هنروح مع بعض في رحلة عبر الزمن، هنسافر ونسأل وندور ونشوف ونقرب منها ومن بعض. بالمصر القديمة ومصر الحديثة إحنا بقينا مين؟ بسأل حضرتك عن فترة دخول المسيحية إلى مصر واضطهاد الرومان إلى آخره، يعني هذه الأحداث التاريخية التي نعلمها. طبعا هي كانت يعني مهمة جدا وجودها في هذا العمل. في هذه الفترة هل استعنت بالكنيسة المصرية طبعا لمراجعة طبعاً هذه الأحداث؟ كان معنا دكتورة ماري كوبيليان وهي عالمة كوبتولوجي، وكان معنا كمان الكنيسة نفسها والمعهد العالي للدراسات القبطية كان راجع معنا الحلقات بعد كتابتها، وأضافوا الحقيقة للحلقات حتى معلومات ما كانتش عندنا، بس طبعا كانت الكنيسة، وحتى عملنا أول عرض لأول حلقة من الموسم الثاني في الكنيسة بحضور البابا في شهر 6 اللي فات. كان رأيه؟ كان مبسوط جدا، كان مبسوط جدا، ويعني حتى انبساطه لمسني انا بشكل شخصي. انه لان طبعا مهم قوي ان احنا الحقيقه يعني نشوف عمل وثائقي هو شبه تاريخي يعني ونتكلم فيه بشكل هو انا كمان صح. في الموسم الثاني كنت حاسس انه احنا هنا في مصر النهارده يعني بنتكلم على مصر القديمه، ولو بشكل سطحي، بس بنتكلم على مصر القديمه وبنتكلم على الفتره الاسلاميه اللي بعد كده. أيوه. والفتره المسيحيه بيتم تجاهلها بشكل كبير، مع ان هي فتره غنيه برضو ثقافيا وحضاريا وفنيا، وفيها قصص بديعه. أيوه. يعني أيوه. من قصص أيوه. الاضطهاد، وان اول انجيل في العهد الجديد اتكتب هنا في مصر، اول كنيسه في افريقيا اتبنت هنا. يعني كل الحاجه، يعني فكره الرهبنه دي فكره مصريه خالصه خرجت. أيوة. من صحراء مصر الى العالم كله، ومن التراث المصري الجميل فعلا. هي كمان في اعتقادي انا الشخصي انه فكره الاديره بالتحديد دي المعابد المصريه القديمه، لانه هي نشات في وقت كانت المعابد لسه مفتوحه ولسه شغاله، واحنا عارفين ان المعابد كانت يعني نظام شغلها كان شبه الاديره النهارده، فكان بيبقى جواها مدارس، جواها مستشفيات، بيزرعوا، بينتجوا، بيشتغلوا، وهم كهنة جوه المعبد. وزي ما حضرتك بتقول ده موجود حتى الان، هو كمل في الديانه المسيحيه، ولكن هو صحيح. جاي من مصر القديمه. مصر شهدت غزوات كثيره جدا وشهدت حكام من بقاع الارض. مشاركه المصريين في الحكم كيف كانت على مدار التاريخ؟ في فترة مصر القديمة، احنا الموسم الأولاني اللي هو بيتكلم عن مصر القديمة بيغطي حوالي تقريبا 20,000 سنة من تاريخ مصر، اللي هو بنرجع من قبل حتى عصر مصر القديمة بتاع عصر الأسرات بقبليه. انه بنشوف كمان بدايات الحضارة والثقافة المصرية القديمة. ازاي نشأت وازاي اتكونت، الناس دي هي اللي بدعت فكرة الحكم والحكومة، وان يكون في حاكم وملك، وان يكون في ضرائب، وان يكون في دستور وتشريع وما إلى ذلك. واستمرت الفترة دي لمدة حوالي 3000 سنة أو أكتر شوية، اللي هي عصر الأسرات، من الأسرة 1 لحد الأسرة 30، وانتهاء فترة حكم الأسرات بموت كليوباترا. ما بعد حكم كليوباترا
ومن قبلها الحقيقه لان حتى كليوباترا الاسره بتاعتها ما كانتش من اصول مصريه، هي اسره مقدونيه جت مع اسكندر الاكبر. فابتداء من الاسره 27 هل توقفت يعني جيدا عند كليوباترا على سبيل التحديد؟ كليوباترا كان ليها حلقه تقريبا لوحدها في الموسم الاول، هي اخر حلقه وكنا وهي قصتها كامله، ولكن انا كنت في الحلقه بتاعت كليوباترا كنت متعمد ان احنا نركز على اظهار كليوباترا بشكل مختلف. فهي العالم النهارده بيبص على كليوباترا ان هي كانت امراه لعوب جذابه، كانت بتقع بالرجال كي تنول اغراضها السياسيه، بس الافلام السينمائيه الاجنبيه اللي قالت ده بالظبط، ولكن ده مش الواقع خالص. دي الرواية اللي اختلقها العدو، الرومان بعد ما قتلوها علشان يسيئوا ليها، لكنها كانت امرأة شديدة الذكاء ومثقفة إلى أقصى درجة ومتعلمة، تكلم 7 لغات، وكانت سياسية ماهرة وماكرة جدا جدا جدا. فدي ما كانتش جميلة يعني حتى افكارهم عن الجمال او افكارهم عن الجمال وقتها ما كانتش تعتبر امراه جذابه، ولكن اللي كان جذاب فيها هو علمها وشخصيتها، لانه كمان الرومان بالتحديد كانوا بينبهروا بيها او كانوا بيمقطوها، بسبب انه الرومان الستات كانوا عندهم بيتعاملوا معامله العبيد، وكليوباترا هنا في مصر كانت ملكة وحاكمه ومثقفه ومتعلمه، وهي التعليم والثقافه دي جالها من انها عايشه في مصر، لانها لو كانت اتولدت في مقدونيا ما كانتش هتتعلم. لكن هي علشان كانت موجوده في مصر كانت بتتعلم، لان في مصر القديمه الست، انا في معلومه بالنسبه لي بتبقى مبهره الى حد كبير، انه المجتمعين الوحيدين في التاريخ البشريه كلهم اللي قدروا يحققوا المساواه حقيقيه بين الرجل والمراه هو المجتمع المصري القديم وايسلندا. ما اعرفش ليه ايسلندا الحقيقه، بس كان بحث كده كان مكتوب، هم دول المجتمعين الوحيدين في التاريخ اللي قدروا يحققوا المعادله الصعبه دي بين المساواه بين الست والراجل. ففي مصر القديمة الست كانت بتطلق نفسها، كانت بتمتلك أراضي، بتشهد في المحكمة، يعني مواطن حقوق. بس ده شيء جميل الحقيقة، ده شيء يعني ده جزء أعتقد أنك لازم يعني تبرزه في عملك. برزناه في الموسم الأول بشكل كبير، لأن دور الستات في مصر القديمة كان دور مهم جدا وفعال جدا، لأنه كمان حتى احنا بننسى مثلا أنه في ملوك كتير اللي بيحكموا 60 سنة و50 سنة ومش عارف إيه، الملوك دي بيكونوا حوالي أول 15 أو أحيانا أكتر من كده وأقل من كده فترات من حكمهم بتبقى وهم أطفال. فمين كانوا اللي بيحكموا وهم أطفال؟ أمهاتهم. الأم مثلا. الأم لا احنا عارفين أنها كانت الأم. فالستات الحقيقة كانوا ليهم دور رهيب في مصر القديمة. خامس حاكم لأول دولة في التاريخ اللي هي مصر القديمة كانت امرأة. أي نعم كانت بتحكم من نيابة عن ابنها الرضيع، ولكنها حكمت لوحدها كملك. فدور الستات كان مهم جدا في مصر القديمة، وده اللي كنت حابب أبينه في الحلقة بتاعة كليوباترا بالتحديد. نرجع بقى لانتهاء دور المصريين في حكم مصر. ابتداء من الأسرة ما بعد الأسرة 27 28 29 30 فهي غزوات متتالية من فرس ومن الإسكندر الأكبر يلي البطالمة أو الأسرة المقدونية، وبعد كده بيدخل الرومان، بعد كده الرومان بيقعدوا معانا فترة طويلة جدا، وحتى احنا النهاردة بنقول العصر البيزنطي والعصر الروماني، ولكن هم في واقع الأمر هم نفس الشيء، هم البيزنطيين هم الرومان، ولكنهم الرومان بعد أن اعتنقوا الديانة المسيحية. أيوة. وغيروا مكان العاصمة من روما إلى إسطنبول، ولكن هم نفس الحكم، نفس الأشخاص. مرورا بعد كده بدخول العرب، وكل دول مش مصريين، احنا قعدنا 2000 سنة ما بعد مصر القديمة من يحكمون أجانب، ومعظم الوقت حتى بيكونوا ما بيتكلموش اللغة اللي احنا بنتكلمها. يعني سواء في الفترة دي أو في الفترة دي بيكونوا ما بيعرفوش يتكلموا لغة أهل البلد. وبس ليه تاريخيا ما عندناش سبب واضح او ما عندناش دليل مادي واضح نقدر نمسكه ونقول احنا ما حكمناش او كنا معتزلين المشهد السياسي لهذه الاسباب؟ وحتى ليه مصر القديمه انتهت؟ ما فيش سبب معين، كلها
بس كل الحضارات بتبدأ وتنتهي. صح صح ده حقيقي، ولكن ربما مصر القديمة كمان عاشت أكتر من كل الحضارات اللي كانت موجودة وأكتر من الحضارة اللي احنا فيها النهاردة دي، ولكن انتهاءها برضو لأنها كانت شيء ثابت وقوي جدا ومفعم بالعلم وبكل الموارد اللي تخليها بس تستمر. قطعا لها أب خلص يعني لها عمر في النهاية، ولكن إيه هي الأسباب أو إيه هي العوامل اللي أدت للانهيار والنهاية؟ كلها أسئلة مطروحة للنقاش. أي حضارة بتبدأ قوية ثم تنتهي في النهاية، تنتهي في النهاية، ولكن دايما بيكون في سبب، يعني دايما بيكون في أسباب تؤدي إلى السقوط أو للانتهاء. في مصر القديمة الأسباب مش واضحة. أهلا بيكم في الجزء الثاني من أم الدنيا. الرومان قادمين ومعاهم ظلم وقهر. الشعب المصري هيكتشف إن اليهود هيركعوا لأي حد السلطة فيه. وبيصبح أملهم في نبوءة بتقول إن ربنا هيبعت لليهود ملك جديد. بشارة المسيح قد تحققت. هاللويا هاللويا. أهلا بكم في سنة 1 ميلاديا. رحلة استغرقت 300 سنة من القسوة والآلام والدنيا. ولأول مرة في تاريخ مصر هتسمع هتافات الجيش الإسلامي. ثقافة جديدة، دين جديد، شعب جديد. بعد الدخول العرب بيكون مر علينا ثلاث خلافات مختلفة. بالمصر القديمة ومصر الحديثة. إحنا بقينا مين؟ فرصة دلوقتي إن احنا نشيد بدور الفنانة الكبيرة سوسن بدر طبعاً في طبعاً هذا العمل اللي يعني اللي حضرتك قدمته. طيب أنا عايزة يعني أنتقل إلى الجزء الثالث من هذا العمل. هندخل بقى على مصر شبه الحديثة يعني. يا مش قوي. يعني قربنا شوي. قربنا شوي. ما هو الموسم الأول غطى 20,000 سنة اللي فيهم بقى البري دايناستيك وعصر الأسرات. الموسم الثاني 1000 سنة بس. والموسم الثالث 1000 سنة برضو. لأن هو الموسم الثاني بيبتدي من 34 قبل الميلاد وبينتهي 960 ميلادي. فهي 1000 سنة. والموسم الثاني هيبتدي بقى من الثالث هيبتدي من 960 ميلادي لحد ما قبل ثورة 52. فبرضو 1000 سنة تانية. طيب يعني ناوي تقدمه ازاي؟ الجزء هل كما نعلمه وكما درسناه وما هو مقدم؟ احنا لسه حاليا بنكتب، احنا لسه في مرحلة الكتابة والبحث، ولكن هو لا هيبقى فيه مفاجآت كتير. برضه هنرجع لنقطة انه الناس بيبقى عندها افكار متوارثة وهي عبارة عن تراث او فولكلور ولكنها ليست يعني لا هيك بتقول افكار متوارثة. احنا دلوقتي بنتكلم عن تاريخ بالضبط. هل بنتكلم عن اخطاء تاريخية تم ترديدها كتير ولا أكيد. بنقدر نتكلم عن يعني اخطاء ليست في التاريخ ولكن في الحياة العادية لا هي بتبقى اجان حاجات متسجلة بفترات يعني الحدث وبيتم تناولها ك يعني مخطوطة تاريخية للحدث نفسه. طب مثال؟ لا حاجات كتير قوي. حاجات أبرز كتير. مثال؟ يعني مثلا الموسم الأول إخناتون الناس كلها بتحبه جدا لأنه هو أول من نادى بالتوحيد ولكنه في الواقع لم يكن حاكم موفق بشكل كبير ومصر عانت وقت فترة حكمه. دي كانت صدمة لناس كتير لما الموسم الأول اتعرض لأنه هو إخناتون عندنا محطوط في حتة خاصة جدا كونه أول من نادى بالتوحيد. صحيح ودي حاجة كبيرة الحقيقة في التاريخ يعني. أكيد ولكن في واقع الأمر الشعب المصري اللي كان عايش تحت فترة حكمه
يعني عانى كثيرا من ظلم وقهر كثير، وحتى كمان فرضه للعقيدة الموحدة تم بشكل فيه نوع من الإرهاب بشكل كبير للناس. فده يدينا منظور مختلف تماما لشخصية إخناتون عكس، لكن حنقدر له الحقيقة برضو فكرة التوحيد طبعا. ولكن في 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 قصة إخناتون بالتحديد احنا عارفين الخلفية السياسية التي نتج عنها هذا المشروع التوحيدي، وهي كانت معركة سياسية دامية ما بين القصر الملكي وما بين كهنة معبد الكرنك. فهم كانوا في عراق مستمر على السلطة الدينية والسلطة الحاكمة، وهو ده اللي أدى ان، على فكرة حتى الإله اللي وحده إخناتون مش هو اول من نادى بيه، أبوه بدأ قبليه، أبوه في عهد أبوه الملك أمنحوت الثالث بنبدأ نلاقي كتابات وإشارات إلى الإله. اكتشاف جميل وطبعا، بس عكس السائد عند الناس، عكس المعلومة السائدة عند الناس. هو العمل الفني أيضا يعني من وظائفه أنه يصحح المعلومة وبالذات الوثائقي أنه التاريخ هو ده. لو أنتوا سامع حاجة تانية مش شرط تكون ليها مدلولات تاريخية، المصادر دي حاجة صعبة جدا وصعب وبتترجم وكل واحد بيبقى ليه وجهة نظر في ترجمتها، ويعني موضوع شاق. أنا بحترم جدا جدا دكاترة الآثار وعلماء الآثار، دي مهنة حساسة وممتعة وبديعة. وبجد لما قلت لحضرتك في أول الحلقة أن أنا بتمنى أكون دايما حلقة الوصل ما بينهم وما بين الجمهور، ده حقيقي، لأن هم بيقدموا مادة مهمة جدا ولكنها مادة علمية تقيلة جدا في نفس الوقت. فأتمنى أن من خلال أم الدنيا وأعمال أخرى نحن ناخد الشغل الرهيب اللي هما بيطلعوه من الأرض ده ونبسطه للناس. طيب نرجع تاني للجزء الثالث. أيوة. ويعني هننتظر فيه إيه؟ الجزء الثالث بيبتدي من نهاية حكم الحاكم بأمر الله واختفائه الغامض ودور ست الملك أخته البديع في الإطاحة بيه وفي الحكم بعد كده. وست الملك كمان ليها قصة لطيفة قوي هنبدأ بيها الموسم الثالث، ليها علاقة بالمعبد اليهودي اللي في مصر القديمة والجنازة الخاصة بيه. يعني ست الملك ما كناش عارفين إذا كانت هي فعليا حكمت مصر بمفردها ولا لأ، ولكن اتلقت مخطوطة في الجنازة بتاعت الجنازة. على فكرة هي في المعتقد اليهودي ما ينفعش يترمي أي ورقة أو مخطوطة مكتوب عليها اسم الإله، فالجنازة بتكون حفرة في الأرض بيدفن فيها اي مخطوطه الاوراق دي مكتوب عليها اسم الاله. فبتلاقي بقى من عقود لجوابات لاي حاجه مكتوب بتلاقيها في الجنازه دي. وكلمه الجنازه انتقلت بعد كده الى اللغه العربيه الى كلمه الجنازه، انها جايه من الدفن، من فعل الدفن نفسه. ففي جنازه المعبد اليهودي اللي في مصر القديمه بنلاقي دوكيمنت بيؤمر باعاده انشاء المعبد وعفو من الضرائب وممضي من تحت من ست الملك، وده أول دليل مادي أنها حكمت، كحاكم من بعد الحاكم بأمر الله. وبنكمل بعد كده الفترة الفاطمية، الفترة انهيار بقى الخلافة الفاطمية والشدة المستنصرية، مرورا بدخول صلاح الدين الأيوبي والفترة الأيوبية اللي هي مش مفعمة بالأحداث التاريخية الهامة بالنسبة لنا إحنا كمصر زي ما إحنا فاكرين. هو يعني معظم نشاطاته كانت ناحية فلسطين أكتر واسترداد القدس والحروب مع الصليبيين، ولكن في مصر هنا الجايز يعني أكتر حاجة هو عملها أنه هو لغى المذهب الشيعي، لأنه هو ده كان المذهب المتصدر في مصر وقتها بسبب الخلافة الفاطمية. وعمل حاجة كمان أنا بحبها جدا، هو جاب الصوفيين. جاب الصوفيين عشان يحلوا محل الشيوخ أو الفكر الشيعي وقتها. ولكن أكتر من كده كتأثير على التاريخ المصري تأثيره محدود جدا. يعني ما قدمه الفنان الكبير يوسف شاهين في الفيلم المعروف عن صلاح الدين الأيوبي، القصة دي فيها كثير من التراث. وبرضو الفيلم بتاع أستاذ يوسف شاهين كان مركز على حروبه مع الصليبيين في فلسطين أكتر ما هو شأن داخلي هنا ليه علاقة بمصر بشكل مباشر. بس أنا بتهيألي يعني الأعمال الفنية هتختلف وجهات النظر طبعًا في تقديمها للأشخاص طبعًا يعني. طبعًا بالذات لو دخلنا في حتة السينما، مش كتاب تاريخ في النهاية. لا
لو دخلنا في حته السينما بيكون في حاجات ما ينفعش ان احنا نغيرها بالذات لو بنعمل عمل تاريخي، ولكن بيكون في تفاصيل من حق المخرج ان هو يعني يبدع فيها او يتخيل فيها لو العمل سينمائي او درامي بحت، ولكن برضو بيفضل في حاجات ما ينفعش ما ينفعش تتغير. أي. ستصل الى مصر الحديثه ان شاء الله. اي عهد؟ محمد علي وبداية الحداثة والتأثير الغربي علينا كمصريين والعالم كله الحقيقة في الفترة دي كان بدأ يبص ناحية الغرب. هل سنصل إلى مثلا ابنه إبراهيم؟ أبنائه كلهم إن شاء الله، لأنه خديوي إسماعيل أكيد يعني أكيد. هتصل إلى مثلا مصر الملكية؟ هنوصل لها، ويعني إن شاء الله ممكن الموسم الثالث ينتهي عند حريق القاهرة وبدايات ثورة 52 وبكده يكون أم الدنيا انتهى، لأننا غطينا تاريخنا كله بشكل كبير. ولكن الفترة كمان لحضرتك أشرت إليها دي مهمة جدا، لأن الفترة دي غنية جدا بتاريخ بداية السينما، صناعة السينما في مصر وبداية تاريخ الغناء والمسرح والأدب والفن التشكيلي. الفترة دي بجد كانت فترة ذهبية فنيا، وده تاريخ لازم كلنا نفتخر به، تاريخ الفنون المصرية الحديثة اللي مكمل اللي احنا عايشين به لحد النهاردة. طيب هو في الجزء الأول وما قبله يعني وجدنا فعلا أنه فكرة المواطن المصري لم تظهر قوي في هذه الحلقة. هل المواطن المصري في الحلقات الجديدة سيكون موجودا؟ للأسف ده في الأواخر. أيوه. ولكن في الجزء الأولاني من الموسم الثالث برضو المصادر قليلة جدا 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 جدا، احنا حتى رغم انها فترات تاريخية قريبة ولكن المصادر للناس العوام الناس قليلة جدا جدا. واعتقد في اعتقادي الشخصي انا ده ليه سبب مهم قوي، وهو تغيير اللغة من القبطية الى العربية. احنا اخذنا فترة عبال ما أجدنا اللغة العربية وكتابتها، وفي مخطوطات عديدة من بداية تحول اللغة من القبطية إلى العربية، اللي إحنا كنا بنكتب عربي إزاي، كنا زي يعني طفل صغير مش عارف يكتبه قوي. فأعتقد أنه عدم أنه حصل شوشرة لغوية في فترة ما أثر على المصادر، أثر على التسجيل، وبالتالي أثر على وجود مصادر النهاردة نقدر نستخدمها في أن احنا نتعرف أكتر على الشخص المصري العادي. ردود أفعال المصريين عند مشاهدتهم لهذا العمل الجميل فعلا شفته إزاي؟ الموسم الأول بالذات يعني أنا ما كناش متوقعين أنه هيلاقي رد الفعل أو الاستحسان ده عند الناس نهائي، ولا أنا ولا حتى أستاذة نشوى مديرة واتشت ولا متحدة ولا أستاذة سوسن. فرد الفعل ده كان مفاجأة كبيرة. الموسم الثاني أنا كنت مرعوب من فكرة أن الناس مستنية الموسم المستنية، يعني هم ارتبطوا بالموسم الأول وعايزين يعرفوا إيه اللي حصل بعد كده. فده كان عامل علينا رهيب، ولكن ردود الفعل على الموسم الثاني لحد النهاردة عظيمة جدا، وأنا مبسوط قوي كمان إن هم حتى الناس اللي ما بتشتغلش مهنتنا دي لاحظوا إن في فرق حتى في جودة الصورة، جودة تنفيذ المشاهد وما إلى ذلك. فده سعدني جدا إن كلنا إذا كنت أنا أو كل الكرو اللي كان معايا اشتغلنا جامد، وربما يكون الجزء الثاني كان متعب أكتر من الجزء الأول في حاجات كتير، في تحضيره في كتابته، ان مصادره قليلة جدا، وحتى لما المصادر تطلع يعني انا كنت بضطر اقرا اكتر من مصدر مسجل القصة من وجهة النظر المسيحية، ومصدر مسجل القصة من وجهة النظر الرومانية، ومصدر مسجل القصة من وجهة نظر اليهود اللي كانوا موجودين، ومصدر مسجل وجهة نظر المصريين اللي كانوا موجودين ان اتلقت. وكل المصادر دي كل واحد بيتكلم عن نفسه بس، ما حدش بيتكلم على مع ان الحاجات دي كانت بتحصل في نفس الوقت. فأنا أعيد تجميع ده ونعيد ونبسطه في هيئة عمل وثائقي درامي مسلي في المقام الأول. هي مش محاضرة ولا هو درس، هو في المقام الأول مسلي هو في المقام الأول لازم يبقى مسلي. فده كان صعب، ده كان صعب قوي بالأخص في الموسم، لأنه كمان داخل فيه أديان وداخل فيه مواضيع حساسة عند أغلب الناس، فكان إيه يعني. طب ماذا عن ترجمته إلى أكثر من لغة؟ هو بالفعل المنصة اللي هي تملكه الآن وتعرضه اللي هي واتشت
أضافوا خاصية الترجمة الفورية لأي حاجة تتعرض إلى اللغة الإنجليزية، وأعتقد لغة كمان مش متأكد إيه هي، بس الإنجليزية موجودة، الإنجليزية موجودة اللي هو الأوتوماتيك سبتايتلز اللي بتتحط على زي أي منصة يعني برا. يعني هو سؤال أخير، يعني حضرتك شايف التاريخ المصري وبدأت من البدايات جدا، هل يعني بتعتقد كما نعتقد نحن أن فعلا التاريخ المصري يحتاج إلى أعمال وثائقية وروائية كثيرة جدا جدا؟ طبعا طبعا طبعا، يعني نمتلك كنز والعالم كله شايف الكنز ده وبيستخدمه كويس قوي، يعني بيطلعوا منه أفلام وثائقية بديعة في العالم كله، وإحنا جايز أكتر ناس مقلين في إنتاج النوعية دي من الأفلام، مع إن القصص لا تنتهي. يعني حتى أم الدنيا واحد بالذات أنا بعتبره ملخص سطحي جدا لما وراء مصر القديمة، يستدعي إن شاء الله أعمال أخرى إن شاء الله. شكرا شاء جزيلا الله. أستاذ محمود رشاد، شكرا لحضرتك، شكرا، وإن شاء الله دايما بالتوفيق في هذه الأعمال الجيدة. في الختام أشكر ضيفي الكاتب والمخرج الموهوب محمود رشاد، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر.